اوقات كان بيدوس عليه جامد جدا. ما انا بقول لك في اوقات معينه بركات كده كده بيترعب منه، فيعني يعني مش فارقه بالظبط. انما لا هو كان بيعمل كده مع ناس معينه في اوقات كان معينه. كان عماد النحاس دايما يعمل معاه كده، لان هو كان بيحترم عماد باحترام كبير جدا يعني. انما زي ما بقول لك، وبرده دخل في عماد يعني، في برده يعني ما يعني كتير. يعني الاحترام حاجه، وان هو ان انت تاخد الصفر ده طبيعي، تاخد الصفر ده والشاور، الشاور ده مهم جدا. يبقى فاكر ماتش الاهلي والزمالك اللي انا عملت فيه الجونين في اول ربع ساعه، كسبنا 2-0 فدخل بين الشوطين، انا مبسوط قوي بقى قاعد بقى، وايه ما قالش، فاكر انت يوم ما قالش، قال لك هنعمل تغييره هنزل فلافيو، وما قالش مين هيطلع، ما قالش مين اللي هيطلع، فانا نازل الملعب طبعا انت عامل جونين، وايه عامل جونين بقى، واحسن واحد الشوط الاولاني، نازل الملعب لقيته كابتن علاء ميهوب جاي لي سبرنت صاروخ، اسلام راح فين؟ قلت له راح فين؟ راح نازل العب الشوط الثاني. قال لي لا يا حبيبي، ما هو فلافيو نزل مكانك. قلت له مكان انا؟ قال لي قلت له طب حلو يا كابتن، بس ما قالكش تيك شاور ده. لا ما قاليش تيك شاور، كان مبسوط مني. هيقول لي تيك شاور ازاي؟ لا هو الشاور دايما شاور وزيرو، ده معروف ان انت كده في الـ في الـ في الضياع. انت كده تبقى يعني الموضوع صعب جدا بالنسبه لك. بس الراجل ده بالنسبه لنا كان ملهم، ما تفهمش ليه يعني، كلنا كنا بنحبه على الرغم بتلعب ما بتلعبش، موجود مش موجود، مشيت من النادي ما مشيتش. هو عشان انسان جدا، بيتعامل بانسانيه مهمه جدا يعني. الكلام اللي كان بيطلع محمد صلاح دلوقتي يقوله ان المدرب لازم يتكلم مع اللاعب، واللاعب يتكلم مع المدرب، وما بيبقاش فيه حرج ما بينهم في الكلام، احنا كنا بنعمله مع عمان الجوزيه من 2004. صح، يعني من 2004 لما كل حاجه بقى، كل مناحي كل الحياه كل حاجه يعني. لما تبقى عايز تتكلم في الكوره تروح تكلمه، انت قعدت ليه، بتلعب ليه، عملت ايه، مشكله يعني، كل حاجه كنا بنتكلم. فده مهم جدا، فالانسانيات اللي كانت عنده والحكمه اللي كانت عنده والكلام اللي كان بيقعد يحكيه. انت فاكر يا اسلام ما كانش ينفع ننزل التمرينه من غير ما نقعد مع بعض، نقعد نهزر ربع ساعه، ربع ساعه ولا ربع ساعه نقعد نهزر مع بعض. وكان بياخد الغياب عن 8:30 مش 9 بالظبط. وبعدين اللعيب اللي يخش وما يسلمش عليه وعينيه في عينيه يبقى عنده مشكله غريبه جدا، هيطلع بره السكور. غريبه جدا يعني، لو انت بص يعني انت مش طايقه، بس في الاخر هتروح مسلم وباصص في وشه وتضحك. تضحك لازم. ملاش، بس هو كان ذكي وبيفهم طبعا، ولما تعمل معاه كده كان بيجي لك بقى في الملعب ويقعد يهزر معاك ويطبطب عليك ومش عارف ايه والكلام ده كله. فهو على المستوى الانساني كان كل اللعيبه بتحبه، سواء اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش. انا عايز اقول لك علاقتي بمانويل جوزيه ممتده لغايه دلوقتي، كلنا يعني كلنا. لغايه دلوقتي بكلمه في كل حاجه بتحصل لي، وكل المواقف، كل حاجه بتتعرض عليا وبكلمه وبياخد رايه. طبعا لان هو الفترة، مع انه في اوقات كتير جدا ما كانش بيلعبني، وكان دايما ليه مقولة وبيقولها ان انا جيت احييت واحد وموتت واحد. مين الاحياء؟ احيا ابو تريكة وموت وائل رياض. هو دايما يقولها كده لكل الناس حتى يجوا يقولوا لي، ولما بيقابلني كان بيقول لي كده، انا لما جيت احييت ابو تريكة وموتتك انت. قلت له ربنا يخليك بقى، متشكرين يا عم جوزيه. بس وعلى الرغم من كده بتحبه. بحبه جدا، واشتغلت معاه بتاع 3-4 سنين في وادي دجله. كان هو المستشار الفني للاكاديميات، وانا كنت المسؤول عن الاكاديميات. اشتغلت معاه 3-4 سنين، كانوا من اهم 3-4 سنين في حياتي، لان انا بقى قربت منه بقى كمسؤول، وهو كان كمان مقدرني جدا وشايف فيا حاجات مهمه جدا. وعايز اقول لك ان احنا فتره من الفترات عرض علينا تدريب النادي الاهلي، كنت جاي معاه في الجهاز يعني، كنت خلاص. كان مانويل جوزيه كان هو جاي، وكان معاه بيدرو مدرب عام، وانا كنت الثالث اللي موجود معاه. فانما طبعا الاتفاق ما تمش في الاخر، انما لا علاقتي بيه ممتده جدا. فجوزيه شخصيه استثنائيه في حياه كل واحد كان موجود، زائد ان الكوره اللي اتقدمت في النادي الاهلي 2005 2006 كانت كوره مختلفه خالص. يعني كانت كوره حديثه، كانت كوره حديثه عن الفتره يعني، الفتره اللي كانت موجود فيها 2005 2006 كل مصر بتلعب كوره، واحنا كنا بنلعب كوره مختلفه خالص. كل افريقيا بتلعب كوره، واحنا كنا بنلعب كوره مختلفه خالص. فانت فاكر يا اسلام التدريبه بتاعت تدوير الكوره، احنا كنا بنتفقع منها جدا يعني، بالمعنى الداري كده. النهارده هندور كوره بس يعني، مفيش جوان، مش هنجيب جون. هو كل التدريب عباره عن انك انت الكوره تروح من هنا ترجع هنا، تروح من هنا. والتدريب ده كان جديد، والتدريب كان جديد في الفتره دي، جديد، وكان بيبقى معمول كمان بضغط وتكتيك طبعا، شكل معين يعني بالزبط. في الملعب، فكان بيخليك تبقى زهقان يعني، زهقان جدا. مش عايز الكوره تيجي ناحيتك، انما هي دي الكوره دلوقتي يعني، هي دي الكوره اللي بتتلعب دلوقتي. فبص هو من سنه كام بيعمل ايه. عايز اقول لك حاجه قبل ما انت تيجي كمان، احنا في 2001 لما جه هو خد بطوله افريقيا الاول، لما جه خد بطوله افريقيا، احنا لاعبين في ماتش ريال مدريد اللي هو اول مباراه لمانويل جوزيه في القاهره. احنا لاعبين بطريقه 4-2-3-1. ياه، 4-2-3-1 اللي دلوقتي الناس كلها بتستخدمها، كله بيستخدمها من 2001. فهو دايما اوروبيين متطورين قوي بدري عننا،
زائد ان هو البرتغاليين ليهم مدرسه في التدريب كويسه جدا ومتماشيه مع المصريين بشكل كبير، وهو جوزيه كان مدرب عظيم للامانه يعني. عموما هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع اخر فاصل، وبعد اخر فاصل بقى هنرجع نتكلم اكتر وفنيا اكتر عن مباراه بكره. الكل يحلم بالصعود لكاس العالم ان شاء الله في قطر 2022. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا بكره.